أهلا ومرحبا مرة ثانية بكل مشاهدينا في صباح الشروق في ساعتنا الثانية من البرنامج اللي بيكون دائما هي مخصصة للاطلاع على أهم الأخبار الواردة صباحا على موقع الشروق نت. وصباح الجمعة داخل الاستوديو معنا الأستاذ إمام محمد إمام، كاتب صحفي ومحلل سياسي وأستاذ الإعلام أيضا بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك. أهلا ومرحبا بكما وبمشاهديكما داخل السودان وخارجه، وجمعة طيبة مباركة. أهلا وسهلا. نطالع القرار الذي كان بالأمس من قبل الجهات المسؤولة، حيث كتب دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء خلال صفحته على فيسبوك: قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراتها أياد بعض عديمي الذمة قصيرة الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق. أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك على حد قوله مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، حتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقدما وثائرا، فشق دربا وسدت المنافذ إليه لزمن طويل وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرا. أستاذ إمام، كنا تحدثنا من قبل عن حل المؤتمر الوطني، كان في تصريح في اللقاء الذي تم مع الجزيرة مباشر لرئيس مجلس السيادة البرهان على أنه هذا القرار متروك للجهات العدلية المختصة. نعم. وذكرت أنت في حديثك عندما سألتك عن حل المؤتمر الوطني برؤيتك التحليلية، ذكرت أن الوثيقة الدستورية في مداخلها لم تجد مدخلا لحله، ولكن أيضا استندت للجهات العدلية، فأنه في غياب المجلس التشريعي يحل محلها مجلس السيادة أو مجلس الوزراء المشترك. نتحدث عن هذه أو هذه العملية لحل المؤتمر الوطني وأيضا إلقاء قانون النظام العام. بدءا نثمن الجهد الذي بذله دكتور دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك في هذا التصريح الذي جاء إلينا عبر موقعه في الفيسبوك وبعض مواقع التواصل. لسبب بسيط، هذا التثمين يجي لأن هنالك كان غيابا كاملا عن أي معلومة عقب انتهاء جلسة ماراثونية لمجلسي السيادة والوزراء. إذا لم أقل كل، أقل معظم السودانيين كانوا يتابعون هذا الأمر باعتبار معرفة ما يتوصل إليه المجلسين باعتبارهما يشكلان الهيئة التشريعية في قيام المجلس التشريعي. إلا أن اضطربت الروايات لعدم وجود بيان رسمي سواء كان عقب الجلسة الماراثونية الأولى النهارية أو الجلسة الماراثونية الأخرى المسائية، كان من المفترض أن يكون هنالك بيانا معد أثناء مجريات ومداولات توضع ملخصات، بحيث أنه أول من ينتهي الأمر يطلق. لأنه في التسارع الذي يحدث في الوسائط الصحفية والإعلامية خاصة مواقع التواصل لا ينتظر كثير خواء لمعرفة هذه المعلومات ونشرها. أحيانا هنالك اجتهاد غير مبرر لبث مثل هذه المعلومات، لأنه إذا تتابعت أخي الكريم بالأمس هذه المواقع التواصل الاجتماعي لحدث لك اضطراب كبير، لأن منهم من قال حدث خلاف ولم يتم إجازة أي من المشروعات، تضاربت الأخبار. نعم، هذا التضارب نجم عن فراغ، والفراغ كما تعلم في الفيزياء لا بد أن يملأ وإلا أحدث دوي. طيب، هذا الأمر. الأمر الثاني والمهم أن قانون التفكيك هذا مضمن، التفكيك مضمن في الوثيقة الدستورية، لأنه
عدم التمكين وتفكيك كل الواجهات التي كانت تعمل في النظام السابق. هذا أكده أيضا دولة رئيس الوزراء في أن الأمر ليس فيه كثير انتقام كما راجع عند الكثيرين، ولكن أرادوا أن يضعوا حاجزا مانعا ويتداركوا ما كان ينبغي أن يحدث في الشرعية الثورية. تحدثنا if you remember، يعني لو تذكر في الأسبوع الماضي قلنا أن الشرعية الثورية انتهت فترتها، لأنه الشرعية الثورية بدءا من الثورة الفرنسية هي تلغي كل القوانين وتعمل لدرجة قتل القيصر نفسه. لكن عندما ننتقل من هذه الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية القانونية، ينبغي معالجة القضايا بمثل هذه المعالجات بقوانين. هذه القوانين فيها أخذ ورد، ليست قاطعة، لأنه ممكن يستأنف في مراحل أخرى زي المحكمة الدستورية وغيرها. إلا أن ما أشار إليه الرئيس، رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح بن رحمن البرهان، من أن حل المؤتمر الوطني متروك للأجهزة العدلية، هذا المكون بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي يشكل كما قلت الهيئة التشريعية، وهذه إحدى الأجهزة العدلية التشريعية التي ينبغي أن تنظر في مثل هذه القضايا الكبرى. أستاذ إمام، تم حل المؤتمر الوطني، ماذا بعد هذا الحل؟ المسألة محتاجة لكثير تروي، لأن هذه مسائل تشريعية وقانونية محتاجة إلى النظر if it combat other laws، يعني مقاربتها ومقارنتها بقوانين أخرى. مثل هذا التشريع قد يجد قدرا من الجدل في السوح العدلية، لكن المنطلق الذي أيضا لم نحصل على بيان رسمي من المؤتمر الوطني حول هذه القضية، بقدر ما كان هنالك من أيضا تصريحات مضطربة وفيها تضاد حول الموقف ما بعد هذا القرار التشريعي لمجلسي السيادة والوزراء. هذا مرده، ما زال الوقت مبكرا، وكما تعلم أو كما تعلمان اليوم يوم الجمعة، فأحيانا وتيرة تسارع الأخبار والتصريحات تأخذ قدرا من البطء من الأيام الأخرى، لكن من المتوقع أن تشهد، هذا في رأيي الخاص، أن تشهد منابر الجمعة كثيرة حديث حول هذا الأمر، من المتوقع خاصة في مسجدي جامعة الخرطوم ومسجد خاتم المرسلين، لأن هنالك تنويه في مواقع التواصل أن هذين المسجدين سيعملان جاهدين في إحداث قدر من ردود فعل حول هذه القرارات التي صدرت أمس. طيب ماذا عن قانون النظام العام؟ قانون النظام العام هو قانون في أمره التشريعي ولائي، يعني كل ولاية لها الحق في تطبيق ما تراه من هذا القانون، فلذلك لا يثير كثير جدل، لأن بعض المواد المثارة المتعلقة بالاحتشام وغيره منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991. يعني المسائل المتعلقة بتنظيم بعض المسارات الاجتماعية يعني فيها قدر من التباين، منهم من يرى التشدد فيها، ومنهم من يرى أن لا يكون هنالك تشدد ويترك للأفراد والجماعات في تنظيم أنفسهم اجتماعيا. لكن الأشياء الكبرى المتعلقة
بما ورد في قانون النظام العام منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991، بمعنى أن قانون النظام العام استمد بعض فقرات الفقرات الموجودة في القانون الجنائي سنة 1991، فلذلك أحسب أنكما لاحظتما أن هذا الأمر لم يكن كثير مسار في مواقع التواصل بقدر ما حدث في موضوع تفكيك المؤتمر الوطني الوطني أو تفكيك النظام السابق. أستاذ إمام، يعني نربط هذا التحليل بجانب آخر، لأنه بمجرد ما تم التصريح من خلال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في حسابه على فيسبوك، كان هنالك كثير جدا من الآراء ما بين الشد والجذب، حتى التصريحات كانت من قبل يعني المنتمين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ككل. يعني في هذا التصريح أيضا العتباني تفكيك نظام الإنغاز يهدف لتصفية حسابات، نطالع أكثر معالينا. اعتبر القيادي الإسلامي بالسودان غازي صلاح الدين العتباني أن قوانين المحاكمات المشاركين في انقلاب 1989 وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير هدفها تشفي وتصفية حسابات قديمة. وقال العتباني في رسالة بعث بها لرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب 89 900 في الميلاد وتفكيك الإنغاز ونظام البشير ممعن في الفظاظة والتخلف ولا مثيل لهما إلا قوانين صيد السحرة ومحاكم التفتيش التي سادت في أوروبا في القرون الوسطى. وأضاف العتباني في رسالته بحسب الأناضول كم سيكون العار عظيما أن يشهد السودان ردة إلى مثل تلك القوانين، حيث تعمم التهم على المواطنين لمجرد الظن والتوهم أو لمجرد ارتباطهم بعلاقات القرابة أو الصداقة مع بعض من يقعون ضحية لتطبيق تلك القوانين. أستاذ إمام، يعني نعلق على هذا الخطاب شديد اللهجة والذي وصفه بمعاقبة السحرة في أوروبا الذين يعني كانت هنالك أجندة حتى تخدم أجندة سياسية في أوروبا في السابق، يعني نقارن ونحلل أكثر. أولا لابد عند الحديث عن هذا الخطاب أن يقرأ هذا الخطاب مليا، هي لي أن أقرأه أكثر من مرة لأنه كان رسالة مباشرة من الأخ الدكتور غازي صلاح الدين العتباني رئيس حزب الإصلاح الآن وإلى الرئيس رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. غازي لا ينظر لهذا الخطاب من منظور المؤتمر الوطني، إذ أنه انفك عن المؤتمر الوطني منذ سبتمبر 2013 يعني 2013 يعني قرابة ما يزيد عن الست سنوات. طيب لكن ينظر إلى الأمر هذا في مجمله، إذ أنه صورة من صور الانتقام، وفيه قدر الذين وضعوا هذا القانون فيه قدر من البيترنس، يعني من المرارات التي بثوها في ثنايا هذا القانون، هذا ما يراه. الأمر الثاني أيضا في رأيي الخاص إن لم يشير إليها بصورة واضحة، أراد أن يقول الحديث عن المشاركة فيه تجني كبير، باعتبار أن خلال 30 عاما من الصعب أن لا يشارك سياسي في هذا الأمر. يلاحظ من خلال هذا الحديث يلاحظ أن القانون استثنى مشاركة الذين شاركوا في المجالس التشريعية مثل المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية. هذا إن دل إنما يدل أن واضعي هذا القانون حرصوا إلى النأي، لأن عدد كبير من هؤلاء الذين الآن يتسيدون المشهد السياسي عملوا في الإنغاز، خاصة في عقد اتفاقية نفاشة
2005. طيب دعك من هذا، دعك من 2005 ومجالس التشريع، حتى فيما أشار إليه القانون من محاسبة للذين شاركوا في الإنقاذ، في الإنقاذ بصورة عامة، هنالك أناس يتصدرون الحرية والتغيير. يعني كان هنالك وزراء، يعني مثلا مثل الأخ محمد المصطفى رئيس التجمع هذا، كان وزير دولة في وزارة العمل في فترة من فترات الإنقاذ. طيب الانقلاب فيما يتعلق بالانقلاب 1989 يعني يونيو حزيران 1989، نعم هنالك مشاركة مدنية ومشاركة عسكرية، لكن الذين يحاججون في أن هذا الأمر دبر بليل وقصد لتحقيق أجندات معينة في محاربة الحركة الإسلامية بصورة عامة وليس المؤتمر الوطني، باعتبار أن هذا هو الخصيم اللدود لليسار عامة وللحزب الشيوعي خاصة. ايرونيكلي من غريب المصادفة قرأت اليوم، لكن لا أستطيع أن أثبت ذلك حقيقة أم غير ذلك، أن الحزب الشيوعي أعلن استعداده للمحاكمة عن انقلاب مايو أيار 1969. يعني هذه لو صار هذا الخبر حقيقة، معنى هذا يتمدد هذا الأمر ويشمل 69 ثم يتمدد إلى 58 ثم المطالبة حتى بالانقلابات التي فشلت بعد بضعة أيام، مثل انقلاب هاشم العطا في عام 1900 يوليو تموز 1971. لماذا هذا الجدل؟ لأنه يقول أن هذه الفترة محتاجة لالتفاف وطني حول القضايا الكبرى المتعلقة بمعاش الناس بصفة خاصة، ومن ثم الالتفات إلى المشكلة الاقتصادي الذي يحدث قدرا كبيرا من المضاغطات على طبقات المجتمع السوداني بمختلف هذه الطبقات. الأمر الأخير في هذه النقطة أن مثل هذه القوانين أيضا محتاجة لما يعرف بالموائمة الزمنية. يعني أنت في ظرف مثل هذا الظرف الذي يحتاج إلى وحدة كل القوى لمعالجة كثير من القضايا، محتاج أيضا تتدبر الأمر بشيء من الحكمة، لأن أحيانا الاضطرار حتى في الدين يسمح لك بالشيء الذي هو محرم عليك. أستاذ إمام، يعني في عجالة كذا في دقيقة، ذكرت أنت في الحديث يجب أن يتم الالتفات إلى القضايا الكبرى التي تهم الإنسان السوداني على أرض الواقع، منها مشاكل اقتصادية أو غيرها، ومن ثم نأتي للمحاسبات وما حدث. ولكن هل هنالك ضير فأن تتم العمليتين، خاصة أن هنالك جهات هي تريد أن تزعزع مثلا الأمن، تريد أن تزعزع الاستقرار الموجود بمشهد سياسي لربما خانق، هل هنالك ضير فأن تعمل في الجهتين؟ ليس هناك ضير، لكن هنالك تجارب ينبغي أن نتلمس خطاها، مثل ما حدث في جنوب أفريقيا ورواندا. رواندا هذه الضحايا كادوا أن يصلوا إلى المليون، يعني أكثر مما حدث عندنا في السودان. هذا لا يعني أن نتجاهل أو نتغافل عن محاكمات محددة حول ظلمات حدثت لبعض الناس، لكن نقول أننا لابد أن نراعي الأمر الأكبر. يعني من طرائف الأمور أن الرئيس الراحل جنوب أفريقي مانديلا، نيلسون مانديلا، كان مع عدد من حراسه في مطعم في جنوب أفريقيا، في مطعم إذا بشخص جالس أمامه ارتعد وارتعش وارتجف، فطلب من حراسه أن يأتوا به،
وجلس وما لم يكد أن يستطعم هذا الطعام إلى أن فرغوا. فسأل الحراس لماذا هذا الشخص يرتجف هذا؟ قال هذا الشخص الذي كان حارسي في السجن، كل ما طلبت ماء تبول على رأسي، فشعر بأنني سأنتقم لنفسي، ولكن أنا أنظر إلى جنوب أفريقيا كلها ليس لشخصي. فنحن محتاجين لمثل هذا التسامي حتى نستطيع أن نعبر بالسفينة عباب هذا البحر الذي تصطدم أمواجه بكثير من المشاكل والمعاناة التي يعانيها الشعب السوداني، الذي أراد من هذا التغيير أن يرتقي مرقا أحسن مما كان عليه. طيب، إلى خبر آخر من خلال موقع الشروق نت، واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى جوبا. حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إلى جمهورية جنوب السودان، وأشارت إلى أن تحذير السلامة يرجع إلى وجود نزاع مسلح بين مختلف الجماعات السياسية والعرقية في الجنوب، وأن الأسلحة متاحة بسهولة للسكان. وأيضا قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بحسب تبهزج أن الأجانب هم ضحايا جرائم الاغتصاب والاحتداء الجنسي، أن جرائم سرقة السيارات وإطلاق النار والكمائن والاحتداءات والسطو والخطف أمر شائع في جميع أنحاء جنوب السودان بما في ذلك العاصمة جوبا. وحذرت واشنطن أيضا الصحفيين من السفر إلى جنوب السودان، مبينة أن أي عمل صحفي بدون إذن من سلطة الإعلام في جنوب السودان خطير للغاية. يؤلم مثل هذه الأخبار السودانيون لسبب بسيط. الأول أن جنوب السودان أي مشاكل تحدث، مشاكل داخلية تحدث فيه، تداعياتها على السودان واضحة بينا. والأمر الثاني هذا إنما يدل أن ما توصل إليه الفرقاء الجنوبيين لم يتنزل إلى الواقع حقيقة أمنا وسلاما واستقرارا. هذا المؤلم في الأمر. لكن من الضروري أن نعلم أن النسيج القبلي الجنوبي نسيج شائك فيه كثير من المشاكل السياسية والاجتماعية، فلذلك لم يحدث الاستقرار على الرغم من أن الاتفاق الذي توصلوا إليه الفرقاء الجنوبيون كان من الضروري أن يتنزل إلى أرض الواقع. لكن الشد ما بين هؤلاء الفرقاء لم يجعل ذلك الأمر سهلا ميسورا يتحقق في الخارطة السياسية الجنوبية. أمريكا حريصة على مواطنيها ورعاياها ككل دول العالم، فلذلك هذا التحذير يحمل مؤشرات خطيرة. تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد جمعت كثير معلومات استخباراتية حول الوضع في جنوب السودان، لذلك أصدرت مثل هذه التحذيرات. أيضا على حكومة السودان أن تراعي هذا الأمر، وإن كان الأمر بمثل هذا الذي حذرت منه الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا على الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية وغيرها من الأجهزة المختصة أن تحذر رعاياها السودانيين من الذهاب إلى تلك المناطق التي فيها كثير خطر على حياتهم. أستاذ إمام، يعني تم الاتفاق على أرض النيلين، نعم، 17 و2000 للم الفرقاء وحركات الكفاح المسلحة الجنوب السودان من أجل التنمية والاستقرار. زي ما ذكرت لم تنزل هذه الأوراق على أرض الواقع، خاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية. إذا تحدثنا عن مفاوضات الآن تجري في جوبا بالأقرب جنوب السودان، هم أدرى وأعلم بما يدور في الشمال أو السودان عموما، فما المطلوب من الحكومة السودان لإسراع الخطى في إحلال عملية السلام وتكوين حكومة وحدة وطنية في أسرع ما يمكن حتى يستقر إنسان جنوب السودان؟ حتى لا نبدأ مما بدأنا، ينبغي أن نبدأ مما انتهينا إليه، ألا وهو أن هنالك اتفاق تراضى عليه الطرفان، ينبغي هذا الاتفاق أن يتم إنفاذه بأسرع ما تيسر.
هذا يتطلب أن تشكل الحكومة السودانية باعتبارها هي الراعية لهذا الاتفاق، وهي التي أخذت سبق المبادرة من الدول الأخرى والمنظومات الأخرى، وثمن جهدها حتى من الأمم المتحدة والدول الغربية كافة. ينبغي على الرغم من تغيير النظام أو تغير النظام، لا يعني ذلك أن ننقطع مما بدأنا من مبادرات إنسانية خارجية فيما يتعلق بالفرقاء الجنوبيين. على حكومة السودان أن تبذل جهدا مقدرا مع الإيغاد وغيرها من المنظومات والاتحاد الأفريقي وغيرها من المنظومات الأفريقية لتدارك الأمر، حتى لا يرجع الأمر أو الوضع إلى ديسمبر 2013، ديسمبر كانون الأول 2013 لاحتراب اللي اشتد فيه. فهذا هو المطلوب من السودان، وأيضا من الولايات المتحدة والمنظومات الدولية والإقليمية أن تساهم بقدر فعال مع السودان في تدارك الأمر وتحقيق إنفاذ الاتفاق الذي أبرم في السودان عام 2017. نعم. طيب إلى خبر تفضل لدينا. إلى خبر آخر، العدل توجيهات بحصر ممتلكات الاتحادات الزراعية. أصدر مسجل عام تنظيمات أصحاب مهد الإنتاج الزراعي والحيواني بوزارة العدل المستشار العام عادل حسين خلف الله الخميس قرارا قضى بحصر ممتلكات الاتحاد المغالاة بموجب أحكام المادة 2 من قانون تنظيمات أصحاب مهد الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 11 و2000 ميلاد، تعديل لسنة 19 و2000. وقالت وكالة السودان للأنباء إن القرار يسمى قرار مسجل عام تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بحصر ممتلكات الاتحادات الملغاة بموجب أحكام القانون أو المادة 2 من قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011 تعديل 2019 وأصولها الثابتة والمنغولة وحفظها لحين تسليمها لتنظيمات التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام القانون أو قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. نعلق على هذا الخط. هذا يعني ينبغي أن يحدث لسبب، لأنه هذه الفترة هي فترة المنزلة بين المنزلتين، لا يعلم من المسؤول، فتضيع كثير من حقوق الاتحاد، اتحاد المهن الزراعية والحيوانية. فطالما هنالك قانون ينبغي أن تلتزم به الجهات المشار إليها في هذا القانون، والقيام المسجل بالحفاظ على هذه الممتلكات الثابتة والمنقولة كأصول للاتحاد إلى حين إنشاء الاتحادات الجديدة التي يتسنى لها ممارسة العمل وفقا للقانون، ويكون في مقدورها الاستفادة من الإرث الذي ترك لها من الاتحادات السابقة. طيب إلى خبر أخير من خلال شبكة الشروق، الخرطوم وجوبا تتفقان على تمديد التعاون النفطي. اتفق السودان وجنوب السودان يوم الخميس على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط أو بالنفط والترتيبات الاقتصادية ومواصلة العمل الفني المرتبط به حتى مارس من العام 2022، مع التفاهم على إعادة تشغيل حقل A5 للمرحلة الثانية من حقول الوحدة وتوما ساور. وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني دكتور حامد سليمان حامد بحسب وكالة السودان للأنباء سونا إن المباحثات ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان بخطوط شركتي بشائر وبتروليانز إلى موانئ
التصدير السودانية، وأشار إلى أنه تمت متابعة سير تنفيذ الاتفاقية ووقعت في العام 2012 وتم تمديدها لثلاث سنوات أخرى ديسمبر 2019، مؤكدا ضرورة تمديدها لمصلحة البلدين حتى مارس 2022 إلى جانب إعادة تشغيل حقل A5 وإعادة الإنتاج في بعض الحقول وعمل الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيلها تنتهي في 31. تكلم عن طبيعة هذا التمديد وانعكاسه. نعم، اولا هذه تأتي في اطار سياسات التي ينبغي ان ترعاها الحكومة فيما يتعلق بالمصالح المشتركة. نحن دائما نتحدث من منطلق ان علائقنا الخارجية ينبغي ان يحددها اطار المصالح المشتركة، فهذه من المبشرات المهمة في دفع مسألة الاتفاق مع دولة جنوب السودان في مجال النفط، لأنه كان هنالك كثير لغط عندما يعني يحدث قدر من التباعد في العلائق بين جنوب السودان والسودان، من أن جنوب السودان تتجه شرقا إلى كينيا وغيرها من الموانع الأخرى، لكن هذا الأمر أكد أن الدولتين راعتا أهمية التعاون في القضايا التي تدخل في إطار المصالح المشتركة. من هنا ينبغي التعجيل بتنفيذ مثل هذه الاتفاقات والحرص على إنفاذها بصورة فاعلة ليستفيد منها الجانبان السوداني والجنوبي. وهذه العلائق الاقتصادية وعلائق المصالح المشتركة هي تلغي بظلالها بصورة إيجابية على العلائق السياسية. طالما هنالك مصالح مشتركة يحرص الجانبان على تحسين علائقهما في كثير من المجالات، لذلك نسمن مثل هذا الاتفاق ونطالب الإسراع في إنفاذه بصورة فاعلة وعجلة. هذه الاتفاقية التي وقعت في العام 12 و2000 شهدنا في العهد البائد الرجوع لتأهيل الحقول النفطية الجنوب السودانية مجددا. من خلال هذا المشهد الذي تراه أنت بزاويتك الصحفية والتحليلية، يعني برضو نشوف انعكاسه على مشهد التطوير حتى في الحقول النفطية. نعم، أول انعكاسه في الجانب الاقتصادي بالنسبة لجنوب السودان نفسه، لأنه لما كانت هناك الاحترابات والصراعات الأهلية داخل جنوب السودان تأثرت بصورة واضحة وبينة مسارات العمل في المجالات النفطية. لكن عندما نتحدث عن تحسين هذا التحسين الذي أشرت إليه حدث عقب وصول الفرقاء الجنوبيين إلى اتفاق مع السودان، فاستشعارا منهم أن السودان لعب دورا مهما في إحداث قدر من الاستقرار والسلام في بلادهم أرادوا أن يعيدوا أو يستأنفوا تلك العلاقة العلائق الاقتصادية المتعلقة بمجال النفط من تحسين المواقع النفطية والآبار وكذا. والآن هنالك بعض الاستكشافات الأخرى محتاجين فيها للخبرة السودانية، يعني كثير من العاملين في حقول النفط الجنوبية هم من أبناء السودان، أي من الجزء الشمالي من السودان الذي عملوا فترات طويلة في تلك الحقول فعرفوها وخبروها وأصبحوا ذو دراية ودربة في إصلاح وتحسين تلك المناطق وتلك الآبار النفطية. احنا شاكرين لك كثير جدا استاذ امام محمد امام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ الاعلام بجامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا، على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الوارده صباحا على موقع شروق نت. شكرا. وانا لكما من الشاكرين ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه، وجمعه طيبه
مبارك. مبارك عليكم ان شاء الله، على كل السادة المشاهدين.